النهارده الذكرى السنوية الثانية لرحيل أخونا المحترم وعمنا الفاضل الكابتن عبد الرحيم محمد نجم نادي الزمالك العظيم، نجم نادي الزمالك العظيم المحترم. وخليني أوريكم يعني دلوقتي عبد الرحيم محمد وهدفين في المقاولين العرب 2-0 للزمالك سنة 85، واللي كان جاب الهدفين الكابتن عبد الرحيم محمد. أوريكم بس من هو عبد الرحيم محمد، هذا الاسم العظيم المحترم. دي مباراة المقاولين والزمالك اللي كان مشارك فيها عبد الرحيم محمد وفاز فيها الزمالك 2-0، والهدفين جابهم عبد الرحيم محمد. رحمة الله عليك يا كابتن عبد الرحيم. النهارده الذكرى السنوية الثانية لرحيله أهو قدام عادي جودان بيلعبها لنصر إبراهيم اللي راح ناحية الوينج اليمين. نصر إبراهيم بيلعب كرة بالعرض عالية لعبد الرحيم محمد اللي بيلعبها جول عبد الرحيم محمد. حلوة مع أحمد برعبي عندي منه وهيلعب الكرة بالعرض عالية وتروح حلوة لعبد الرحيم محمد. الجول الثاني للزمالك الدقيقة 7 عبد الرحيم محمد. يا ولد عيد الجدال بيلعبها لنصر إبراهيم اللي راح ناحية الوينج اليمين. نصر إبراهيم بيلعب الكرة بالعرض عالية لعبد الرحيم محمد اللي بيلعبها جول عبد الرحيم محمد. حلوة مع أحمد برعبي عندي منه وهيلعب الكرة بالعرض عالية وتروح حلوة لعبد الرحيم محمد. الجول الثاني للزمالك ده الكابتن عبد الرحيم محمد في مباراة الزمالك والمقاولون سنة 85. كمان في موسم 80-81 الزملكاوية ما ينسوش الهدف التاريخي لعبد الرحيم محمد في مرمى الكابتن ثابت البطل. معلش اصحابنا الاهلاوية يسامحونا، عبد الرحيم محمد ده آية من الآيات يستحق ان احنا نحيي ذكراه. عبد الرحيم محمد اللي قال له لا يمكن اعتبرك في يوم من اليوم من الايام رئيسي، ولكن احترمك كرئيس للكيان لان انا راجل زملكاوي. ده عبد الرحيم محمد اللي قال له يحرم علي النادي طول ما حق الزمالك ضايع وطول ما انت ضحك على جماهير الزمالك ونصب عليهم وبتضللهم. ده عبد الرحيم محمد اللي بدل ما يخصصوا له فقره 10 دقايق ولا ربع ساعة على قناتهم بيطلعوا يشتموا في الأهل وفي الخطيب وفي الدنيا كلها. هو ده عبد الرحيم محمد. رحمة الله عليك يا كابتن عبد الرحيم، صديقنا العزيز الراجل الجدع اللي فقدناه وفقدته الرياضة المصرية والعربية. الراجل الجدع النور اللي كان بيتحرك خلقا على الأرض. رحمة الله عليك يا كابتن عبد الرحيم. رحمة الله على الكابتن عبد الرحيم محمد. جنازته اللي انتوا شايفينها دي فوجئ كل الناس اللي في الجنازة في الحمدية الشاذلية
هذا النعش الذي رفض دخوله هذا الرجل نادي الزمالك ليخرج منه، فوجئوا بالكابتن محمود الخطيب بيقف أمام مسجد الحمدية الشاذلية أول واحد. الناس كلها فوجئت الصبح قبل الظهر بنص ساعة بالكابتن محمود الخطيب داخل وحده بيزك على قدميه، والصور عندي، بيزك على رجله وداخل على مسجد الحمدية الشاذلية وحده، لا حرس ولا حد ولا يمين ولا شمال. من سنتين النهاردة الذكرى السنوية الثانية لرحيل عبد الرحيم محمد. مجلس إدارة النادي الأهلي أغلبه كان موجود، كان يحكي لي الكابتن عبد الرحيم ويقول لي إحنا كنا الخطيب بنحبه كزملكاوية يمكن أكتر ما كانوا بيحبوه الأهلوية. كنا بنعتبر إن محمود الخطيب أيقونة للكرة المصرية، كنا بنعتبر إن علي خليل حاجة كبيرة للزملكاوية، كنا بنعتبر حسن شحاتة قيمة لا يمكن تعويضها لدى أي زملكاوي أو للكرة المصرية. كان بيتكلم كده على الناس، كان بيتكلم كده على الأهلوية والزملكاوية. صديق عمره الكابتن أحمد عبد الحليم كان بيحكي لي، لأنه كان مع الكابتن أحمد عبد الحليم 24 ساعة، كان بيحكي لي إزاي كان عبد الرحيم محمد يحترم من الأهلوية قبل الزملكاوية، وإزاي كان ليه يعني علامات مهمة ومتنافس شريف في الملعب وراجل راقي الأخلاق خارج الملعب. رحمة الله عليك يا كابتن عبد الرحيم، ولا تجوز عليك يا صديقي إلا الرحمة، وسنظل نتذكرك دائما بكل ما هو خير وبكل معروف، ونذكر كل الأجيال من هو عبد الرحيم محمد. إن شاء الله بإذن الله يكون الـ 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 القادم أفضل وتتحقق أمانيك يا رب العالمين بإذن الله تعالى.